അമിന്തദക്കുരി ജീറനിംബീതി സലമീ മസജ്തദം അഞ്ജറാ മിൻ മുഖലതിൻ ബീദമീ ചൊല്ലി മൗലായ സല്ലി വസാ ലിംദായിമൻ ആബദാ അലാ ഹബീബിക ഖൈർ ലിൽഖൽഖ് കുല്ലിഹിമി हम तेरी होमी कदीमती पमाली आई कई कुल तक फूफा हमता पमाली कलबी कई आयक साबु सबु गुब्बाबुल कती मून मबैनम सजी में गोवा मतारी में दौले हवाल तुझी तम अन आरा तलाली भरा आरिक तरी रे فاتن کی روح بمبدا ما شهیدات به عليك عدول الدمع والسقمي واثبت الوجد خط ابرات وغنا مثل البحر على خدك والعدمي نعم سارا طيب ما الاهوى فارزقني والحب يعترف لذاتي بالالمي يا نائمي في الخبي قدري مديرة مني اليك ولو انصفت لم تلومي مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم عددك حالي يا سيدي بمستتري عن البشاة ولا تاتي بمنحسمي محلتني نسخنا كن لست اسمعه ان المحب عن العذال في صممي اني تاغمت نسيه الشيب في اذلي والشيب ابعد في نسخ عن التهم فان امارتي بالسوء ما تعدت من جهلها بنذير الشيب والهرم ولا اتت من ابي للجميل قرا ضيفي الم براسي غير محتشم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم لو كنت أعلم أني ما أبطره كتمت سيرا بدالي منه بالكتم من لي برأي جماه من غبايتها بلا ترم بالمآسي أسرى شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النهم والنفس كالطفل إن تهمله شبعنا حب الرضاع وإن تفطمه يفطم فاصرف هوا هوا حاضر أن تبليه إن الهوى ما تبلى يصمي أو يصمي ورائها بقي في الأمال صائمة وإنه يستهنت المرأة فلا تسمي سلر مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم كم حسنت
لذتان للمرء قاتلتان من حيث لم يدرئا ثم في دسمي واشد سائس جوعي ومن شبعي فروب مخمصتي شر من تخمي واستفرئي دممي أين قد امتلأت من المغارب ما ألزم حمية الندم وخالفي النفس ما شيطان ورسهما وإنهما محضا كالنسخ فارتهمي فلا تطيع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيف الخصم والحكم أستغفر الله من قولي بلا أمل لقد نسبت به مثل الذي أقمي خير مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خاي بالخلق كلهم يا مرتوك خيرا لكن ما اتمرت به وما استقمت فما قولي لك استقيمي ولا تزوبت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرض ولم أصومي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك للخلق كلهم ألمت سنة من أحيى الله لا ما إله أن اشتقت قدما حضر من برمي حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله والشد من صغبي أخشاه والطبا تحت الحجارة كاشحم مترف الأدمي وربطته الجبال تشم من ذهبي عن نفسه فأراها أيام شممي وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو عن العصم وكيف تدعو إلى دنيا ضرورة من لولاه لم تخرجي دنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبينا الأمير ناهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمي لا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير مفصمي وقى النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمسون طرفا من البحر أو رشفا من الديم وواقفون لديه عند هندهم من نقطة العلم أو من شغلة الحكم وهو الذي تم مرناه وسورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه الجريد في محاسنه وجوهر الحسن فيه غير منقسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لمدة أدخل نصارى في نبيهم واحكم بما شئت مادحا فيه محتكم انسب إلى ذاته ما شئت من شرفي انسب إلى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي لو ناسبت قدره آياته إذا ما يسمو حين يوم
तफसीर वल्लैल बन जाएगी, अगर कोई
आएगा चेहरा नजर आएगा चेहरा नजर आएगा चेहरा नजर आएगा मेरे आका इमाम सफल अंबिया 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 मेरे पैर के लाजिम है सल्लियाना लाजिम है सल्लियाना फकीर अजम तू अमीर हरम फकीर अजम